وهلا ريج رح ننتقل لمحطتنا الاولى يلي رح نترافق فيها لبعد مختلف ومساحه استثنائيه، والموسيقى يلي بتتربع على عرش اللغات كاداه تواصل عالميه وتسلط الضوء على انشطه قائد الفرقه السيمفونيه الوطنيه المايسترو ميساك باكبودريان وجولته الاخيره مع اوبرا لاسكالا وحفل الفرقه السيمفونيه القادم وكثير من الامور. صباح الخير مايسترو. صباح النور. صباح النور أريج. صباح النور لكل المشاهدين كمان. يا هلا فيك مايسترو، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شكرا. حفلة مميزة أقمتوها مايسترو بأوبرا لاسكالا، وكانت دعوة من نون. أوبرا لاسكالا هي تصنف من أول 10 دور أوبرا بالعالم، فهي كتير مهمة على الصعيد الموسيقي وعلى صعيد البرامج اللي بتقدمها. أوبرا لاسكالا من قبل فترة أسست أكاديميا للشباب المتميزين من كل العالم. هاي الأكاديميا بتأهلهم ليصيروا موسيقيين محترفين، وهي وسيلة يدخلوا دار الأوبرا. فأكاديمية أوبرا لاسكالا وجهت لي الدعوة أنه أكون معهم وقود حفلة مع أوركسترا الشباب اللي هنن بيعملوها بالأوبرا نفسها بأوبرا لاسكالا. الأوبرا من أهم الأوبرات بالعالم. أهم الأوبرات، فهي كانت بالنسبة لي حالة يعني في محطات نحن بنمشي بطريقنا بنحس إنه هي محطات مفصلية مفصلية وكتير مهمة. فأنا بحس إنه هي واحدة من المحطات بحياتي الاحترافية كتير مهمة. البيئة مختلفة، المستوى الاحترافي كتير عالي، إضافة للجمهور اللي جاي يحضر هيك حفلة هو شايف كتير قادة أوركسترا وسمعان كتير موسيقى، فبالتالي يعني المقارنة كتير صعبة. يعني بده يتقدم شيء بيتقدم مميز. تمام، بده يكون مميز وبده يكون على صعيد كتير عالي احترافيا. فهذا الشيء صراحة يعني قبل بأسبوع من السفر كنت متوتر إنه أنا بدي يكون بأوبرا لاسكالا، يعني هي تاريخ بلحظة بحياتي رح تتسجل يعني. وأول بروفا وبلشت مع الموسيقيين كانت اللحظة الأصعب لسا، لأنه موسيقيين كتير محترفين. الموسيقى اللي عم نقدمها كانت كتير صعبة، لأنه اخترت برنامج مميز، برنامج له معنى موسيقي وله معنى إنساني كمان. لأنه البرنامج اللي اخترته بيعتمد على فكرة الهجرة. فكونه بأوروبا في كتير مهاجرين هلأ، وهنا عم بيشوفونا كمهاجرين، عم بينسونا أنه نحن إنسان عنده تاريخه وعنده كمان ثقافته. فبالتالي كانت الرغبة أنه نقدم نظرة مختلفة على المهاجر وخاصة السوري. يعني قدمت عملين لمؤلف سوري زيد جبري، هو عايش بأوروبا، وقدمت عمل لمؤلف إيراني، وقدمت عمل لمؤلف بارتوك من منطقة البلقان، ومؤلفة إيطالية ومؤلف أرمني. عم تحمل صور جميلة أكيد وعم تنقلها عن سوريا، بدنا نحكي عن التعاون اللي صار وشو أهميته. هل أهميته على الصعيد الموسيقي؟ أنا بقول بالنسبة لي دائما أنه نحن لازم نسعى للأفضل ولازم نحتك، لأنه الاحتكاك هو اللي بيعطينا حرفية أكثر، بيعطينا خبرة أكثر. وبالحالة هي الاحتكاك مع الموسيقيين الموجودين بلاسكالا واحتكاك على مستوى عالي كتير. يعني أبسط شغلة، الموسيقيين الموجودين ما بيعصوا ربع صوت، ما متعودين على المقامات أو الموسيقتنا اللي فيها ربع الصوت. اشتغلنا كتير عليه هون، وكانت المفاجأة بالنسبة لي إنه هن بسرعة قدروا يفهموا ويفوتوا بروح الموسيقى. عم تعمل تعاون بين الموسيقيين الإيطاليين والسوريين، يعني هن إنه يقدروا يفهموا مؤلفاتنا، يقدروا يفهموا مؤلفينا شو بيكتبوا، ويفهموا موسيقتنا كيف مبنية. يعني زي جبري كاتب موسيقى بنكهة سورية ولكن بلغة عالمية، المؤلف الإيراني نفس الشيء، بس في بالنص في رباع الصوت، في انتقالات بالألوان يلي هي كتير غريبة بالنسبة إلهم أو ما متعودين عليها. فبالتالي هي كانت التجربة مهمة بالنسبة إلهم وبالنسبة إلي كمان، إنه كيف أتعامل مع موسيقي أوروبي ما بيعزف المقامات وما بيعزف موسيقى مع أربع صوت إذا منقول، إنه كيف وصل له الفكرة هي وكيف انقل له الصور تبعنا والألوان تبعنا. بنفس الوقت منه تعلم كيف هو رؤيته للموسيقى هي، كيف معالجته هو للموسيقى هي، كيف احساسه بالموسيقى هي، لنوصل لاحساس مشترك بالنهايه ونقدم الحفل بشكل احترافي عالي وفيها روح. وكان فيها تفاعل كثير. كان في تفاعل كثير خاصه من الجمهور. يعني انا توقعت انه موسيقى معاصره هي يكون في صعوبه بالتفاعل بالجمهور، ولكن
جمهور كان متفاعل كثير، وهذا الشيء كثير منيح كان بالنسبه لنا ككتله موسيقيه عم نقدم الموسيقى هي. نعم مايسترو، صح نحن عم نشوف مقتطفات من مجمل حفلات بأوروبا، لكن خلينا نرجع شوي لحفلات بسوريا. الخميس الماضي كان في حفل مع خطوة، صح؟ خبرنا عنه شوي. بصراحة كانت ما بعرف شو بدي أعبر. اللحظة الأولى اللي التقيت فيه مع طفل عمر جمعة، أنا عم بقول عنه طفل لأنه عمره صغير، ولكن أثبت لنا هو أنه إنسان كتير ناضج، هو شخص كتير واعي بالرغم من الحالة اللي عنده إياها، بالرغم من الإعاقة اللي عنده إياها، هو قدر يتغلب ويكون معنا كفرقة. هي الفكرة كانت أنه جمعية خطوة عم بتحقق أحلام أشخاص عندهم إعاقة. فعمر جمعة طفل عمره 9 سنوات عنده حلم انه يصير عازف. هو بصراحه بالبيت في عنده آلة صغيره وبايده اليسار بيتدرب عليها وبيعزف مقطوعات. فزرنا انا والانسه لما لطفي اللي هي طلعت بالفكره، اكيد بنوجه لها تحيه صباحيه للما، صباح الخير للما. زرنا وفكرنا شو ممكن نعمل لانه حلمه يصير عازف. فكانت الفكره انه يكون في فرقه موسيقيه عم بترافق عمر، هو كعازف منفرد يعزف مع فرقة موسيقية، وفعلا هذا الحلم صار حقيقة بالنسبة لعمر. في مقطوعة هي لحن الحياة اللي هو بيعرف يعزفها، حط ناريك عبجان عملنا توزيع وقدمها للفرقة بحيث انه نحن نقدر نرافقه. فما بتتخيلي البروفا الأولى وقت عمر فات والموسيقيين شافوه لحتى يعزف معنا، موقف يعني كله موسيقيين محترفين ولكن الجانب الإنساني طغى على الموضوع. هذا فكانت لحظة كثير مهمة انه نقدر نحقق حلم للطفل. قديش هي جيست بسيط ولكن جيست كثير مهم انه نقدر نحن، بس هو معنوي كثير كبير طبعا، انه نقدم هذا الشيء. يا ريت فينا نقدم هي الجيست لكل الاطفال اللي عندهم حلم وما بيقدروا يحققوا هذا الحلم لانه في عندهم اعاقه معينه، انه ساعدهم لحتى يحققوا حلمهم. هو عمر كيف كانت هيك ثقته بنفسه وكيف كان شعوره؟ بصراحه يعني أنا ما قال لي إياها، بس بكل لحظة كان عم بيورجيني إنه هو زلمة مانو خايف، هو عرفان شو عم بيساوي، وفايت معنا بالمزاج تبع الموسيقيين وحب الآلة البيانو لأنه عاد على آلة البيانو. فكنت عم شوفه بيستغل الفرصة إنه هو قاعد يقعد يعزف مقطوعات بيحبها هو. لكن إلا صباح الخير لعمر. بنقول له صباح الخير لعمر، وناطرينك عن جد يعني هيك بحفلات أخرى، ونقدر إن شاء الله نساعده بمشواره بالموسيقى. إن شاء الله نقدر نقدم السعادة لكل طفل بحاجة ومو قادر يحقق حلمه أو يكبر موهبته. وصراحة بهديك اللحظة بتحسي قديش نحن محظوظين إنه طفل مثل هالطفل عنده حلم وما عنده الوسائل لحتى يقدر يحققها وتحققت. يا ترى كم طفل فيه؟ نحن كثير محظوظين إنه عنا الفرصة لنقدر نقدم هذا الشيء. وأحيانا بنشكي من كثير شغلات نحن كموسيقيين مثلا، بعدين بنشوف طفل عنده إعاقة بس عم بيعمل موسيقى. فبالتالي قديش في شخصيات قوية عندهم هالنفسية القوية لحتى يعملوا مشوار. فتعلمنا درس نحن يعني كان درس إلنا هذا كموسيقيين. وهي كمان تعتبر مايسترو رسالة إنسانية لكل مين عم يسمعنا، كل حدا بيقدر يساعد طبعا لازم نساعد هالأطفال. هذا واجبنا، محتاجين هذا مثل ما قلت واجبنا. مايسترو في عنا يوم الخميس كمان حفلة ممكن نحكي عنها. يوم الخميس عنا حفلة مع الفرقة السيمفونية الوطنية السورية، كان المفروض تكون مع سيدة إنجي أوزدل قائدة أوركسترا تركية، هي زارتنا ب 2016 وعبرت عن تضامنها مع الشعب السوري، ولكن هالمرة ما زبطت السفرة. فرح نغير البرنامج شوي، رح نقدم السيمفونية الخامسة بيتهوفن اللي كانت هي رح تقدمها كمان، ولكن وجهنا دعوة لمغني باريتون، مغني أوبرا سوري نبيل سليمان. هو عايش ببروكسل ولكن هالفترة من حظنا موجود بدمشق، فحبينا نستغل وجوده ودعينا لنبيل انه يجي يغني معنا. ورح نقدم بالقسم الاول آريات من اوبرات مشهورة، من اوبرا كارمن رح نقدم مقطع، رح نقدم من اوبرا فالستاف لفيردي، وفي عنا اوبرا لمؤلف ايطالي ليون كافالو مو كتير معروف ولكن يعني موسيقى جميلة جدا من أوبرا المهرجون. فنبيل رح يكون معنا مع الفرقة السيمفونية الوطنية لنقدم 3 آريات، وبالقسم الثاني رح نقدم السيمفونية الخامسة للبيتهوفن اللي
بتخيل كثير ناس بعرفها لانه هي اللي بسموها قدر يقرع الباب. هيك اجت التسميه تبعها. سيمفونيه فيها دراما كثير، تراجيديا كثير، ولكن بالنهايه دائما في الامل وفي الانتصار وفي الشمس اللي رح تشرق. فبالتالي هي رح تعطينا طاقة جديدة كمان للسنة الجديدة بالنسبة لفرقة سيمفونية أكيد الوطنية. أكيد بنتمنى لكم توفيق مايسترو يوم الخميس القادم بهالحفل. أيضا في مشاريع عديدة على صعيد الفرقة، خبرنا عنها مايسترو. عندنا مشاريع كتير هالسنة. 2013 بلشت ب بدنا نقول بنشاط كتير كبير. هلا عنا على الأغلب بنكون باللاذقية الشهر الجاي الفرقة السيمفونية الوطنية لحتى نشارك بالاحتفالات باللاذقية ب مرور 300 سنة لوجود الرهبان الفرانشيسكان يلي اللاتين فرانشيسكان يلي قدموا كتير للمجتمع باللاذقية، وفي عندهم نشاط ثقافي فوجودنا رح يكون دعم لهم. رح نكون بحلب بشهر نيسان لنقدم مع كورال ناريغاتسي بحلب. كورال كمان أثناء الحرب كان مستمر بنشاطه وعم بيشتغل بشكل جدي، وقدم حفلة بدمشق مع المؤسس مع القائد تبعهم الله يرحمه أبونا جانجي. فهلا بذكرى ابونا جانجي رح نقدم حفل بنيسان ب ب بحلب اضافه لحفلاتنا بدمشق. وبشهر 6 عندنا استضافه لقائد اوركسترا برازيلي رح يجي هو وعازف بيانو. اي رح تكون يعني اول قائد اوركسترا بنستضيفه من محل بعيد كثير بعد الحرب من البرازيل. رح يجي رح يقدم مقطوعات برازيليه ومقطوعات عالميه بنهايه شهر 6. ففي عندنا نشاطات ضمن دمشق ونشاطات بالمحافظات، وإن شاء الله يكون عن نشاطات دولية. يعني نحن بانتظار أنه نقدر نكسر الحصار ونقدر نكون موجودين برا. هذا مش جديد عليك مايسترو أبدا، دايما بيكون في صوت وصدى صوت الموسيقى السورية بالخارج أكيد. بس هذا يعني واجبنا نحن كموسيقيين. أحيانا بنقول نحن سفراء، بيقولوا نحن سفراء، فسفير بيكون بالسفر كمان يعني وقت بيروح وبيقدم الوجه الثقافي لسوريا بيورجي قديش في عنا موسيقيين أكاديميين احترافيين عم بيشتغلوا. لأنه الأوروبيين دائما عندهم فكرة، حتى وقت كنت بميلانو هلا، إنه معقول أنتم عم تعملوا موسيقى؟ معقول أنتم عندكم معقول موسيقيين؟ قديش بحقنا نحن نفتخر بالفرقة يا أليز. كثير عنا فخر كبير فيكم وبقيادتك، يعني فرقة رائعة. في عنا كمان كثير ذكريات مع الفرقة، مثل ب 2004 عند افتتاح دار الأوبرا، وب 2008 بحفلة سوريا بالعاصمة دمشق عاصمة الثقافة. يعني في عنا كثير من الحفلات وكانت بقيادتك طبعت بذاكرتنا أكيد نحن. بس نحن المشكلة الأساسية عم بتكون وقت منكون برا وقت بيشوفونا هنا بيقولوا معقول عندكم موسيقى؟ لأنه شيء اللي بنعمله لإلنا نحن بنعرفه، ولكن هن ما بيعرفوا شو عنا نحن. وهن الصورة اللي بتوصلهم مختلفة تماما عن الواقع اللي عنا إياه. طيب هلا هون بيجي دور عندنا موسيقى بسوريا وعندنا فرقة مستمرة رغم من الحرب، وفي عندنا مؤلفين وفي عندنا موسيقيين. هي الفكرة اللي هن عم يتفاجئوا فيها، عم بيقولوا معقول هذا الشيء؟ طيب هون بيجي مايسترو، شو دور الفرقة السيمفونية بإبراز صورة الحياة الموسيقية بسوريا برأيك؟ هلا نحن مهمتنا نعزف، مهمتنا نستمر، مهمتنا انه نواصل شغلنا، ولكن بده يكون في تعاون كمان من جهات اخرى لنقدر نوصل هذا الصوت. يعني قد ما عزفنا بدمشق نحن، اذا هالصوره ما انتقلت لبرا صعب كثير ان يشوفوا هي الصوره هي. فبالتالي نحن في عندنا فريق عمل، نحن مشان هيك انا بحب دائما الاعلام وقول انتم شركائنا، لانه انتم بتوصلنا صورتنا، بتوصلنا صوتنا، مو بس لسوريا لبرا كمان. واثناء السفر وقت عم نورجيهم حفلاتنا دائما عم بيكون هالمفاجأة. يعني وقت كنت بإسبانيا بالصيف وحكيت عن الفرقة السيمفونية عن نشاطاتنا شو عم نعمل نحن أثناء الحرب، كلهم تفاجأوا إنه معقول أنتوا تحت التهديد، يعني خطر الموت عندكم وعم تنزلوا وعم تتدربوا مثلا، خلوكم بالبيت أو ليش عم تعملوا هذا الشيء؟ فوقت شرحنا لهم ليش عم تخاطروا؟ ليش عم تخاطروا؟ فوقت شرحنا لهم إنه هي رسالتنا. وبعدين يعني مو معقول، انا دائما بقول لهم انه الاطباء عم بيروحوا على المشفى، اساتذه المدارس عم بيروحوا على المدارس عم يدرسوا، حتى الطلاب الصغار ونحن الموسيقيين قاعدين بالبيت. معقول؟ ما بيصير. في عندنا نحن واجب انساني اجتماعي اضافه للواجب الثقافي. فهذا الشيء واجبنا انه نروح نحن نقدم هذا الشيء للمجتمع، لانه نحن جزء منه بالاخير. أكيد. فبالتالي هي الصوره يلي عم توصل لاي موسيقي برا ولا اي شخص برا عم يتفاجئ، الاراده القويه وهي القناعة بالرسالة، إنه نحن بالرغم من الخطر
مستمرين بعملنا. يعني انتم كمان اثناء الحرب كنتوا موجودين دائما على التلفزيون، فبالتالي هذا الشيء واجبنا وهو كمان قرارنا انه نحن نكون موجودين محافظين على حياتنا. مايسترو ميساك، اكيد نحن بنتمنى لك كل التوفيق على صعيد الحفلات بسوريا ام بالخارج، ودائما بنتشرف بكل حفلات بتقوموا فيها لانه اكيد بتكون لها بصمه خاصه وفيها طابع مميز رائع. شكرا كثير لك لوجودك معنا اليوم، وبانتظاركم الخميس ان شاء الله. كثير بنتشكرك كثير مايسترو لوجودك معنا. شكرا كثير، اهلا وسهلا فيك.